بارك الله. يقول السائل: إذا فاتتني الركعتين الأولى من صلاة الكسوف، هل أقضيها ركعتين أم ركعة؟ نعم. يقول: إذا فاتتني الركعتين الأولى من صلاة الكسوف، هل أقضيها ركعتين أم ركعة؟ هي ركعتان، والركوعات الزائدة سنة ركعتان. فلو صليتها نافلة مثل سائر النوافل ركعتين بركوع واحد أجزأت، ولكن الأفضل أن تصليها كما صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو ركوعين. نعم.